السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أحبائنا وأحباء برنامج صائد النجوم، أهلا بكم في حلقة جديدة من صائد النجوم. أهلا بكل السادة المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي. الحلقة النهاردة اليوم فعلا بيتنبأها جميع كل مشاهدينا في الوطن العربي نظرا لما ما تحتويه من أخبار مهمة جدا وحاجات أكيد هنستفيد منها كتير، في سواء للبراعم أو الناشئين أو للمدربين في المستوى العلمي والدراسي، وأيضا في حاجة كمان مهمة جدا وهي الفنيات للمدربين، التعليم وفائدة الخبرات ما بين الدمج، نعمل حاجة جديدة جدا ما بين دمج الرياضة في التعليم والخبرات. كتير جدا بيتكلم على إن الخبرات خلاص إحنا اكتفينا بيها، العلم هو اللي بياخد وقته. لا، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا في بداية البرنامج النهاردة، إن إحنا حتى لما نيجي نستغنى عن جيل كامل أو نستغنى عن فرقة كاملة أو نستغنى عن مؤسسة بالناس اللي شغالة فيها، أكيد بيبقى الخسارة كبيرة جدا. لأن أنت النهاردة علشان يكون عندك مؤسسة سواء نادي أو شركة أو أي مؤسسة، النهاردة لما تيجي تشيل كل الناس اللي قائمين فيها، حتى لو الناس دي كلها وحشة، حتى لو الناس دي كلها سوس جوه، هيبوظ لك المؤسسة. لازم تبقى على شخص أو اتنين أو تلاتة من ضمن 100 شخص موجود، لأن الخبرات مطلوبة حتى لو الإنسان ده مش كويس. خلي الإنسان ده موجود النهاردة، خد منه الخبرات واعمل عليه حصر معين، راقبه إذا كنت عايز تستفيد من خبراته، ولما تستفيد وتعلم الجيل اللي جاي الخبرات زائد التعليم اللي هو اكتسبه، أكيد هيبقى الفارق كبير جدا. قبل ما نخوض النهاردة في الحلقة ونشوف الأخبار المهمة ونشوف الحاجات المهمة جدا جدا، والنهاردة أنا معاكم منفردا في الحلقة إن شاء الله بإذن الله أكون خفيف عليكم وأقدر إن أنا أفيد السادة المشاهدين في كل قطاعات الكرة المصرية، ليس فقط البراعم والناشئين ولكن أيضا جميع القطاعات والفريق الأول. كتير قوي اتكلمنا على قطاعات البراعم والناشئين واتكلمنا بشكل كبير إحنا عايزين نعلم الولاد المهارات الفنيات الجسم السليم وكل الحاجات اللي احنا قلنا قعدنا فيها سنين كتير جدا نتكلم، لكن في حاجة مهمة للأسف بتأثر على نفسيات اللعيبة والنفسية بتاعتهم بشكل كبير جدا. النهاردة لما يكون عندي فرقة براعم وناشئين بتتكون من 10 لعيبة أو 11 لعيب، والنهاردة العمر السن بتاعهم 2006 و2007 و2000 لغاية 2013، واجي أقول ده النجم ده السوبر ستار بتاع الفرقة، ده خطأ كبير جدا. بعض البرامج النهاردة عملت حاجة جديدة وبدأت تشتغل بشكل جديد عليها كنوع من هقول لحضراتكم عليها بشكل كبير والفت نظركم ليها. لو احنا قسنا النهاردة كام لاعب صغير ما بين 2006 و2013 هنلاقي ملايين في مصر، ملايين، وانا بقول لحضراتكم وانا عارف ملايين في مصر. طب لما يكون عندي ملايين في مصر النهاردة في الأولاد دي، ونيجي ناخد منهم حوالي مثلا ما يقرب من 50 ولد، 50 ولد، خدوا بالكم السن اللي احنا بنخاطبه ده، الخمسين ولد دولت لما يتبروزوا ويتحطوا في التلفزيونات ويتحطوا في الأندية ويتحطوا أساميهم كلهم تبقى مدروجة للناس كلها ومصر كلها تشاهدهم، طب بقيت الملايين من الولاد اللي بيحصل نفسيتهم بتتدمر. ازاي الكلام ده؟ أقول لحضركم الكلام ده ازاي. في دلوقتي في كل الأندية الكبيرة اللي هي الفريق الأول بتلاقيهم دلوقتي يستقطبوا مدرب نفسي للفريق. ليه؟ فاكرين حضراتكم ابراهيم سعيد وغيره 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 وشيكابالا؟ ما بقولش على الناس دي ان هم تعبانين او ان هم نفسيتهم او مجانين، لا خالص. في بعض الشخصيات من اللعيبه عايزه تتعامل معامله نفسيا، اشوف ايه مشاكله، اشوف عنده مشاكل في البيت، مشاكل نفسيه، بيته، زوجته، اولاده، لازم اخوض جوه اللاعب واعرف مكونات اللاعب ده ايه بالظبط. ده خدوا بالكم ده اللاعب اللي هو الكبير اللي هو في الفريق الاول اللي هو يعتبر خلاص وصل للجينات بتاعته او وصل للتكوين بتاعه انه خلاص بقى عاقل، مش هنقول عليه مجنون. طب ما بالك الولد الصغير اللي عنده في الفرقه زمايله الصغيرين، اللعبه النهارده لما تاخدها من ولد صغير بتاخدها منه وبيزعل بتاثر عليه، لما بتقول لفظ وحش لولد صغير بيلقطه. طب هم 7 في الفرقه وانت اخترت منهم احسن لاعب في المباراه، انتوا عارفين حضراتكم الدول التانية بتعمل ايه في السن ده؟ لما بتيجي تدي هدية للعيب بتدي للفرقة كلها، لما بيبقى فيه بطولة للسن ده مفيش حد فيهم كسبان، الكل كسبان، حتى الفرقة الخسرانة بتاخد هدايا.
ده اللي احنا عملناه قبل كده في دوري اسمه دوري صقد النجوم، كان فيه 1600 لاعب، ال 1600 خدوا كلهم جوائز، كله خد ميداليه وخد شهاده تقدير، ايا كان نوع الجائزه ايه، ولكن انت بتراضي الولاد، بتخلي شكلهم كويس. انما في بعض البرامج دلوقتي بقت تجيب الولاد دي، مش مشكله تستضيف، ما انا ممكن استضيف النهارده 50 ولد على مدار السنه كلها، دي ما فيهاش مشكله عادي خالص جدا وتستضيف والكلام ده، لكن انا ما اطلعش في الاعلام او اطلع في التلفزيونات واقول انا عندي النهارده احسن لاعب طلع الفلاني. ما ينفعش يا جماعه، لما تيجي تخاطب الولاد الصغيرين خاطبهم على قد عقولهم، دول سنه صغير، الكل فيهم نجوم، الكل فيهم لعيبه، لان طبيعه الحال اصلا في السن ده ما فيش حاجه اسمها نجم النجوم، ما فيش حاجه اسمها سوبر ستار، لانه اصلا في السن ده بيتعلم كوره، هو مش ابو تريكه او هو كريستيانو في التوقيت ده، ده كل الولاد اصلا كتبوا على تيشيرتاتهم كريستيانو وابو تريكه من حبهم في اللاعب. طب اللي هو المدافع اللي هو مش مركز ابو تريكه، ما يبقى عايز هو كمان يلبس ابو تريكه، ما هو اصل ابو تريكه هو الوحيد اللي بيجيب جون في الفرقه، او كريستيانو هو الوحيد اللي بيجيب جون في الفرقه، طب المدافع وائل جمعه يعمل ايه؟ هي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها للناس، اللي هو ازاي انا ارضي الجميع على كل الانديه اللي بتعلم الكوره واللي عايزه عندنا يبقى جيل كويس. خدوا بالكم احنا لازم نفكر بره الصندوق، بره الصندوق، مش ان انا خلاص طلعت واحد لعيب زي محمد صلاح هنفضل نتحكى بمحمد صلاح ده عشرات السنين، مش هيجي تاني زيه خلاص، الا اذا كان في فلته، في فلتات، بس خلونا نعمم لغايه ما الولد يبقى سنه مثلا مواليد 2000 نبدا نقول عندنا لعيب، لان هو كده كده طبيعي هيتصعد للفريق الاول. دي الفكره اللي انا كنت عايز اوصلها لحضراتكم، وهي قبل ما يكون عندنا نجوم لا، اصنع النجم ازاي؟ ما تخليهوش طالع يتنمر على زميله، ما تخليهوش يبقى هو في السن ده احسن من زميله، لان طبيعي في السن ده وبعدها مره واتنين انه لازم يعامل الولد اللي هو صاحبه على قد فكره. في اولاد ممكن تكون نسبه الذكاء عندهم عاليه شويه بالفطره، او ان هم كمان ممكن يكونوا متعلمين بالفطره، اذكياء يعني، فممكن ما يحسسش صاحبه ده، لكن المدرب للاسف الشديد هو اللي بيوصل الولد ده. بما اني ذكرت المدرب، في كان حدث مهم جدا خلال الايام السابقه، وده كنا اعلنا تقريبا عنه في شهر واحد اللي فات قبل كورونا ما تكون موجوده، وطبعا اجتاحت العالم كله للاسف الشديد، اثرت، ما يعني ما اكذبش على حضراتكم، اثرت بشكل كبير جدا. احنا يمكن اكتر ناس هنا في مصر اتاثرنا، لان طبعا اقتصادنا مربوط دايما بحاله ان الموظف ينزل يشتغل والعامل ينزل يشتغل وكل الناس تنزل تشتغل، واكيد اللي ما بينزلش بتاثر عليه ماديا، ما بالكم احنا بقالنا سنه في موضوع الكورونا، وللاسف الشديد الموجه برضو الثانيه صعبه جدا. يمكن في ظل الامور الصعبه دي اللي قادر يشتغل واللي قادر يجيب الجنيه واللي قادر يصرف على بيته ده يعتبر الحمد لله بيعدي الايام الصعبه اللي احنا فيها، ويا رب باذن الله باذن الله يعدي الايام الصعبه دي وتكون سنه عدت بما فيها ويجي لنا الخير باذن الله بشكل كبير السنه اللي جايه. دبلومه العمالقه الثانيه، واللي طبعا عملت طفره كبيره جدا، الناس لما تسمع الكلام اللي انا هقوله هيقول طفره ايه؟ هو حد سمع عنها؟ لا، ناس كلها سمعت عنها بشكل كبير جدا، بدليل ان مش بس كان في محاضرين من الوطن العربي موجودين داخل مصر، ده كان في كمان دارسين. والاغرب من كده ان احنا كان عندنا كمان دارس من شهر واحد اللي فات قبل كورونا، وكان عامل حسابه ان هي تتعمل في شهر 5، فالراجل جه وقعد من شهر واحد لغايه ما السنه الجديده هتعدي عليه وهو قاعد هنا في مصر، سوداني الجنسية، الكابتن محمد أيوب. أنا طبعا بقدم له كل التحية والتقدير من برنامج صائد النجوم على صبره أنه يقعد سنة في مصر عشان يحضر دبلومة لمدة 5 أيام. 5 أيام السفر مش حاجة سهلة، أو أن نحجز طيران حاجة سهلة في ظل التوقيت اللي احنا فيه ده. دبلومة العمالقة الثانية اللي كانت بتضم كوادر كبيرة جدا في الرياضة المصرية والوطن العربي، على رأسهم تاريخ كبير الجنرال كابتن فكري صالح، واللي ربنا يا رب يديله الصحة والعافية، واللي يفضل متواصل معانا بخبراته الكبيرة. زي ما كنت بقول في أول الحلقة، الخبرات لازم يبقى فيها مساندة بينها وبين التعليم، لازم أستفيد بالخبرات، حتى لو في بعض الناس الخبرات دي لا كفاية كده، لا يقعد كده، مفيش حاجة اسمها كفاية كده. طول ما ربنا مديلي الصحة وأنا بروح وبشتغل وبلف قرى ومحافظات
علشان مشروع جديد يخدم الكرة المصرية. كان برضو متواجد فيها كابتن فكري صالح، كان متواجد فيها الملاك. الملاك في السماء احنا عارفينه، والملائكة في السماء أو في الأرض، ولكن في بشر على هيئة ملاك. كابتن حسن إسماعيل المحاضر الدولي والأسيوي الكبير جدا والمحترم بشخصية كبيرة كان متواجد، هنتكلم عليه بشكل منفرد كابتن حسن. كان موجود معانا كابتن جمال الغندور الحكم الدولي والخبير التحكيمي المعروف وحكم كاس عالم وله خبرة كبيرة جدا في التحكيم. دكتور علاء شاكر كان موجود معانا، وكان طبعا الأستاذ الدكتور سامح الجندي طبعا علم نفس بشكل محترم وشكل كبير. وكان أيضا هيتواجد لولا ظروف السفر الدكتور عبد اللطيف الصحفي أو الإعلامي متخصص في التغذية من دولة العراق، محاضر كبير جدا في دولة العراق، ولكن للأسف الشديد ظروف كورونا أبعدت كتير جدا جدا، ويمكن أفقدت فقط الدبلومة في من حيث العدد. ولكن دبلومة العمالقة الثانية كان الهدف الرئيسي منها هو، عارفين حضراتكم زمان العسكري في الجيش كان لما كنا نشوفه قبل طبعا مش عايز أقول ثوراته وبتاعه والكلام ده، قبل فترة كبيرة كان العسكري بيمشي في الجيش كنا بنشوفه لابس اللبس بتاعه الزيتي، كنا نقول الغلبان يا عيني ده مسكين، ده لا ياكل ولا يشرب وبتعذب في الجيش وطالع عينه والكلام ده. ده كان الناس بتبص للعسكري كده في المواصلات، كان يا عيني يا عيني يا عيني وصعبان علينا وكده. دلوقتي العسكري بقى ليه وضع تاني، انت لما بتشوف عسكري بتقول له تعالى نتصور مع بعض، نجم سينمائي. العسكري دلوقتي بلبسه وكيانه وانه هو اللي حافظ على البلد فبقى ليه شكل تاني. حارس المرمى كان في الاول كده، حارس المرمى مع انه هو نص الملعب او هو نص الفرقه او يمكن الفرقه في بعض الاوقات ممكن يبقى عندي 11 لعيب كلهم رجليهم رايحه شمال، الا حارس المرمى حاجه تانية خالص، زي ما كان عصام الحضري الاسطوره الكبيره لما كان بيقف لمنتخب مصر او كان قبل كده في النادي الاهلي، كنا عارفين طبيعي ان عصام الحضري خلاص طالما موجود يبقى السد العالي موجود. طبعا دبلومه العمالقه الثانيه كانت صناعه، عايزين يبقى عندنا عصام الحضري واحد واثنين وثلاثه زي ما يبقى عندنا محمد صلاح واثنين وثلاثه، ده الفكر الحديث اللي احنا بنعمله. او اللي سيوس الشركه الدوليه لاكبر المنشات الرياضيه في الشرق الاوسط الاكاديميه الدوليه سيوس والراعي الرسمي لدبلومه العمالقه واللي عملت طفره كبيره جدا في دبلومه العمالقه الثانيه، كان فيها كوادر كبيره جدا وشكل محترم جدا جدا. هتكلم على جزئيه معينه، وطبعا مخرجنا الجميل بيعرض لنا بعض الصور اللي كانت موجوده في الدبلومه. كلمه بقى معينه من التلميذ لاستاذه، التلميذ مين؟ التلميذ اللي هو عصام الحضري، نسمعه وهو بيتكلم. الكلمه دي مهمه جدا لحراس المرمى في مصر يعرفوا الفتره اللي اشتغل فيها عصام الحضري مع كابتن فكري صالح في ظل ظروف، خدوا بالكم كاس العالم اللي فاتت او افريقيا كان عصام الحضري كان بره خالص الرؤيه او بره انه يبقى متواجد داخل المنتخب، ولكن شغله مع الكابتن فكري صالح لمده قصيره صنع منه عصام الحضري جديد، رغم انه كان رايح الحارس الثالث، ولكن اتفاجئنا بيه قضاء من عند الله انه يتواجد في المنتخب ويبقى الحارس الاول. نشوف مع حضراتكم كلمه كابتن عصام الحضري الاسطوره ليس فقط المصريه ولكن الافريقيه، ونرجع معاكم مره ثانيه. بالشر على حدود الامكانيات بتاعتهم. لازم نبقى عارفين احنا كل دوله عندها امكانيات، حتى لو انت عندك طيب احنا حضرتك بس عشان طبعا الفيديوهات بتتظبط، لان احنا لسه مخلصين الفيديوهات دي امبارح وكان الوقت عندنا متاخر جدا، فاحنا يا دوبك احنا جبنا الفيديوهات ما لحقناش حتى نمنتج، جبناها كده وقدرنا نشتغل فيها. طبعا اخواتنا جوه في الاستوديو في الكنترول جوه شغالين عليها. هنشوف عصام الحضري وهو بيكلم مشاهدينا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه معانا على الهواء. وفي مدربين بيشتغلوا على حدود الامكانيات بتاعتهم. لازم نبقى عارفين احنا كل دوله عندها امكانيات، حتى لو انت عندك امكانيات قليله انت ممكن تعدلها وتوصل لهدفك اللي هو ممكن ما يكونش في نفس المكان اللي انت فيه في النادي او في الدوله اللي انت موجود فيها، ممكن يكون في اي دوله تانية، ممكن تمسك منتخب، ممكن تمسك فريق، ممكن تعمل اي حاجه، بس اهم حاجه انت لازم تشتغل على نفسك،
انت لازم تتعب وتشوف الصح من غلط. اهم حاجه في التدريب ده شغل التدريب. يعني انا بعد الكباتن الكبيره بتاعتي الكابتن فكري والكابتن حسن، علاقتك بالحارس بتاعك، علاقتك بالحارس بتاعك هي ايه؟ معروف ان في حارس مرمى واحد بيلعب، فعندك ثلاث حراس مرمى اربع حراس، لازم تكون الاربعه بتعاملهم مع بعض سواسيه. ما فيش واحد اساسي واحد احتياطي واحد بره. في فروقات، احنا مقتنعين في فروقات بين حراس المرمى كلها، بس مين اللي هيستفيد؟ مين اللي عايز؟ اللي عايز هتشتغل معاه وتزود معاه. اهم حاجه احنا ربنا ما كتر عندنا للدورات، ما كتر عندنا للشهادات، بس انت بقى عايز ايه؟ هتحضر النهارده، هتاخد الدبلومه بتاعتك، هتاخد الشهاده بتاعتك، وبعدين لازم تشتغل بقى على نفسك. انت اخدت الشهاده، انا من وجهه نظري ممكن تكون غلط ممكن تكون صح، الشهاده مش كل حاجه. الشهاده ممكن تكون 10%، الدبلومه بتاعتك ممكن تكون 10%، بس اهم حاجه انت عايز ولا مش عايز، عايز تشتغل ولا مش عايز تشتغل على نفسك. لازم يكون عندك باور. كلمة الباور، العلم بقى في مكنة بتمرن دلوقتي، أو المكنة دي احنا اتمرنا فيها من 20 سنة. أنا واحد من الناس اللي اشتغلت لها وكنت هتعور، بس دلوقتي المكنة الموجودة دي إلا كانت هي عامل مساعد كابتن حسن، صح؟ عامل بسيط في حاجات معينة. أما المدرب لازم يشتغل بيده، المدرب لازم يطلع أفكار، المدرب لازم يشتغل على الخصم اللي قدامه، المدرب لازم يشتغل على كل الفكر اللي هو عايز يشتغل بيه. لازم تدرسه في جواك. ممكن تعمل شغل انت من غير ما يكون علم، ممكن ما هوش عيب، بس اهم حاجه ان انا بعمل ولا دماغي رايحه في حاجه. العلم النهارده كان زمان كنا بنتمرن 20 كوره كابتن حسن، وحواجز وجمبات وكل حاجه، بس دلوقتي العلم اختلف، ما عادش الحاجات دي خالص. ممكن تعملها في حاجات فتره اعداد بسيطه، اما في اثناء الموسم وهو شغال لا، صعب. ليه؟ خلاص ما عادش حد بيعمل 20 كوره ولا 10 كوره، دلوقتي بيعملوا كام كوره؟ كابتن حسن 6 كوره. لو يعني كوره منك طلعت اول يعني، بس هو العلم بيقول كده، وانت لازم تمشي على العلم. لو انت ما عملتش بالعلم الناس كلها ايه؟ هتنتقدك. زي مثلا اللي كفر بتاعك تلج، في كان زمان تلج؟ ما كانش فيه، دلوقتي تلج. انا في مره من الحالات ما عرفتش التلج عامل تلج، فرحت جبت جدا وقعدت فيه مش مكسوف. برميل علي بابا زعلوا مني، الناس انتقدتني. تاني يوم رحت قعدت لهم في احدث جلسه، طلعوا اتكلموا علي. يعني هو الكلام مش الكلام مش يبقى عاجب حد خالص. اهم حاجه انت عايز ايه؟ شوف هقول الكلمه تاني، انت عايز ايه؟ الشهاده مش هتشغلك على عيني، بس الشهاده هتضيف لك حاجه بسيطه بس. بس لازم تشتغل، لازم تبقى عارف انت عايز ايه. اللي انا بقوله معلش انا طولت، بس سعيد ان انا موجود، سعيد ان انا الحاجات دي ما بروحش، خلي بالك كل اماكن يعني انا ما بروحش والله، مش عشان حاجه ولا متكبر ولا مغرور، بس انا بحب رجعت لحضراتكم طبعا بعد كلمه الاسطوره عصام الحضري، كابتن عصام الحضري، كلام مهم جدا، وهي الفكره مش فكره بس ان حارس المرمى يشتغل على نفسه، لا، حتى انت كمان لو في تعليم وفي شهاده كبيره انزل اشتغل في الشارع حتى لو ما اشتغلتش بيها. واكيد في كتير جدا في مصر بيشتغلوا بشهاداتهم شغل تاني، هي دي قمه الرجوله على فكره، ودي حاجه مش عيب، لان الظروف المحيطه بيك ايا كانت الظروف المحيطه، مش كل واحد في مصر بيشتغل الشغلانه اللي هو فاهمها او هو عارفها. في ناس بتشتغل شغلانه كتير وحاجات كتير جدا بتشتغلها وهي اصلا مش فاهمه فيها اي حاجه. ده ممكن يبقى ليه حاجتين، اما ان هو فاشل فبيشتغل اي حاجه تقابله، او اما ان هو الظروف حطته في شغلانه تانية عشان يحسن مستواه. عشان كده انا بقول لحضراتكم ان الطفره الكبيره اللي عملها عصام الحضري هو مش اكيد كان موهوب، لان حراسه المرمى تقريبا، انا مش فني، ولكن حراسه المرمى اكيد بيبقى فيها حته الصناعه اكبر شويه، لان الولد مش هينزل مولود بيطير او بيعمل جامب او بيتعلم، لا اكيد فيها صناعه كتير وفيها شغل من المدرب اكتر واكتر. دي الحاجه اللي انا دايما هو ركز على حاجه مهمه جدا، ان قال لك الشهاده ممكن تحط لك حته معينه او تاهلك في جزء معين، لكن العمل، الصناعه بتاعتك، الشغل على نفسك، لان ممكن يبقى المدرب برضو اللي بيدربك مدرب عالمي، لكن انت دماغك
مش واصله لك المعلومه، يبقى اذا هيقدم في ملطة، مش هيوصل لك المعلومه. هي الفكره كلها انت نفسك عاوز ايه. ده اللي عمله عصام الحضري ونجح فيه وبقى اسطوره كبيره جدا بيتحكى بيها طبعا في العالم. الكابتن فكري صالح مش هقدر اتكلم عليه كتير لانه فعلا فعلا هو رمز للحب والوفاء والاخلاص باللي بيعمله. لسه النهارده ان هو عامل شجره العمالقه وسماها شجره العمالقه، حاجه بتطلع من تحت الارض بتلم وبتضلل حوالين ولادها. الكابتن فكري صالح هو عايز يبقى في تواصل اجيال من بعديه، عايز حد من بعديه يتواصل، وعايز حد يعلم. هو مش محاضر على فكره، كابتن فكري صالح وهو قال الكلام ده، انا لست محاضرا، ولكن هو اتحط في الحته دي بخبراته، وصل انه يكون بيحاضر، ولكن بيحاضر خبرات وليس بيحاضر ورقه وقلم. العلم عنده كله في دماغه، خبرات السنين، انه كان اول مدرب فني سنه 23 سنه، وكانت دي في الوقت ده في ناس اكبر منه ب 30 سنه، انما النهارده المدرب عنده 15 سنه و20 سنه بيدرب، زي الام الصغيره اللي بتتجوز بدري، اطفال بيربوا اطفال. احنا دلوقتي عندنا مدربين اطفال صغيرين وبيدربوا اطفال صغيرين. كابتن مين معانا يا جماعه؟ كابتن فكري صالح. كابتن فكري صالح قدامنا على الشاشه، الصوره دي بقى لوحديها كفيله ان هي تقول لك ده بقى مربي الاجيال. اللعيبه ماشيه جنبه بتبص له وهو شايل الكور، عارفين الكور دي وظيفه مين اللي شيلها في الملعب؟ عم حارس ربنا يديله الصحه، اللي هو طبعا عامل غرف الملابس في النادي الاهلي، ما بقللش منه خالص. ولكن ايه اللي يخلي كابتن فكري صالح اللي هو لواء في الجيش، لواء فين الجيش، وموجود معانا على الصوره دلوقتي الكابتن فكري صالح موجود على الشاشه قدامنا بخبراته الكبيره وشايل شبكة الكور على كتفه وماشي في وسط الملعب، واللعيبة الصغيرة اللي هم ولاده بيبصوله عشان يتعلموا منه، مش بس ان هو يبقى جد في عمله، لا، في حاجة اسمها حب ووفاء واخلاص، مش بس بين اشخاص، ولكن بيدي درس للوطن العربي ان انت علشان تكون جاد في عملك لازم يكون اللي حواليك يحبوك. يحبوك ازاي؟ لازم تكون قدوة. قدوة ازاي؟ قدوة يعني الالتزام في عملك، وانك تشرف، مش تشرف مصر بس، انت بتشرف الوطن العربي كله يا جنرال، بتشرفنا كلنا بسفرك بره من دعوه لهولندا وكل ورش العمل اللي عملتها. اكبر محاضر وليس محاضرا، اكبر محاضر كابتن فكري صالح عمل عدد ورشات عمل في مصر وخارج مصر. معانا على الهوا الخبره الكبيره الجنرال الكابتن فكري صالح، اهلا وسهلا بيك يا جنرال. اهلا يا كابتن حاتم، ومش عارف بعد الكلام اللي حضرتك قلته ما يعني ما فيش كلام اقدر اقوله لحضرتك غير جزاك الله كل الخير. الخير من عندك يا جنرال، لان احنا فعلا فعلا بنتعلم منك. انا الاخر يوم في الدبلومه وانا باخد منك دروس، اول مره حد يزعقلي، ويزعقلي خارج الاسره، بيزعقلي مش بيزعق، لا ده بيديني التزام، بيديني دروس عشان تنجح يا حاتم، هتعمل 1 2 3 عشان كذا يبقى خلي دايما دايما دايما. كان الكابتن فكري بيعلم كل اللي حواليه سواء فريق العمل او سواء كمان الدارسين. كابتن فكري كلمني عن دبلومه العمالقه اللي كان المفروض تطلق من شهر 1 اللي فات، وعشان كورونا وفي ظل الامور الصعبه دي تم انطلاقها، والاول مره من اول يوم لنهايه اليوم زخب النجوم الكبيره جدا في دبلومه العمالقه. هو نمره 1 يا كابتن حاتم، انا دايما حياتي كلها محطات في حضن مصر، وانا من حوالي سنتين جات لي دعوه كريمه من دوله الامارات ان انا اروح احاضر في ورشه رقم 22. بعد ما خلصت الورشه كان فيها 4 من الارجنتين، 4 مدربين، فقالوا كلمه اثرت فيا وخلتني ان انا لازم اغير قصه المشوار بتاعي، وان ليا هدف تاني لازم اخش فيه. قالوا ايه؟ قالوا كل اللي اتعلمناه في حياتنا شيء، واللي احنا خدناه خلال هذه الورشه مع الجنرال شيء تاني خالص. في اللحظة دي خدت القرار ان انا مش هشتغل في الدوري والنقطة والنقطتين، وان انا لازم ادي العلم اللي موجود
لولادي واخواتي من مدرب العمالقة، وبدأ المشوار. والحمد لله عملنا لغاية دلوقتي حوالي 28 ورشة، بين ورشة وبين دبلومة. في نفس الوقت أنا بدور على قيادات عشان الشجرة دي أما تكبر وقابل رب كريم يبقى في مجموعة من القيادات تقدر تكمل هذا المشوار، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. والحمد لله يعني بتوفيق من الله نجحنا نجاح كبير قوي. وكانت الدبلومة دي رقم 2 هتتعمل في شهر 3، وتم اختيار مجموعة من المحاضرين على أعلى مستوى، والاختيار بيتم على الحب والوفاء والإخلاص. ويمكن كان حضرتك من أول الناس اللي أنا اخترتهم كمنصف عام لهذه الدبلومة، شرف ليا، لأني أنا أعلم القدرات اللي عندك اللي هي لسه ما طلعتش. ويمكن أما حضرتك بتقول إن أنا ساعات بعاتب، لأن أنا بعلم أولادي إزاي يبقى عندهم إمكانيات كبيرة قوي ومش راضيين يستعملوها في إن يطلعوا الإبداع كله. أنا سعيد جدا بهذه الدبلومة لأن كان فيها قامات ما في قامة كلمته إلا ما قال لي أنا معاك. أولهم كابتن حسن إسماعيل اللي أنا مسميه الملاك الذي يمشي على الأرض، الكابتن جمال الغندور الحكم الدولي صاحب الخبرات الجميلة جدا، دكتور علاء شاكر وكلنا نعرف أنا مسميه الساحر، كان تفيد دكتور عبد اللطيف قاسم ده رقم 1 في العراق ولكن لظروف التأشيرة استعنت بالدكتور أستاذ سامح الجندي اللي أول ما كلمته قال لي شرف عظيم إن أنا أكون في دبلومة العمالقة. دكتورة زينب الفيوم، أولادي كلهم من كابتن هشام زكريا للكابتن إيهاب زغلول للكابتن محمد خطاب للكابتن مغازي، يعني كلنا تيم وورك جميل بيتحرك في حب مصر. تمام يا جنرال. وحضرتك معاهم، انت شفت السيمفونية. بصراحة السيمفونية دي رغم الصعوبات الكتيرة اللي احنا قابلناها لظروف كورونا ولظروف الملاعب ولظروف السكن، انما انا بحمد الله ان هذه الدبلومة شفت في عيون الطلبة اولادي واخواتي وهم فرحانين في اخر يوم فعلا. بشوف الحب والوفاء والاخلاص اما الاقي اسطورة مصر جاي من الوادي وادي النطرون عصام الحضري ورمزي صالح جاي وفي وسط اولادهم، فيعني كان حاجة جميلة جدا بشكر الله عليه. كابتن فكري صالح، طبعا خبراتك ما نقدرش نستغنى عنها ابدا، ولكن عايز اقول كلمة لله وليس لاحد. كلمة لله، هو كابتن فكري صالح استقطابك لكل المحاضرين الكبار اللي بيجوا داخل مصر هنا، ويعتبر استقطابك ده استقطاب شخصي، يعني مش بيجوا بتوجيه من الاتحاد المصري او بيبقى ليهم مثلا مكان داخل الاتحاد المصري انه يستقطبهم، يبقى في تحاضر ليهم. ظروف كورونا انا معاك يعني قلبا وقالبا ان ممكن يبقى صعب، ولكن ليه ما نحسش النهارده ان الاتحاد المصري بيخاطب مثلا الاتحاد الاماراتي ويقول للكابتن حسن تتواجد بشكل رسمي ويكون فيه الشكل ده، وتبقى الشهادات برضو تاخد القوة من نقابة المهن والاتحاد المصري، ويكون اللي حضرتك في منظومة كبيرة بتقودها بالشكل ده. ليه بعد ما خليت لحارس المرمى شأن وكيان زي عسكري الجيش، ما كان زمان يعني بعيد عن الضوء شوية، النهاردة عسكري القوات المسلحة، أنا بسميه العسكري دلوقتي بتاع القوات المسلحة اللي بقى ليه هيبة في مصر، بسمي حارس المرمى دلوقتي انه له هيبة، ليه ما يبقاش ليه كيان موجود لحراس المرمى في مصر؟ الرد بتاع حضرتك امام الله واتحاسب عليه امام الله العظيم،
قالهولي الكابتن الجنرال العظيم محمود الجواري. يا الله يا الله. لأن هذا المشروع أنا عملته في الأردن وسمع تسميع كبير جدا، اللي هو كمدير فني الاتحاد الأردني لحراس المرمى. تمام. من ورش إلى داتا بتتعمل إلى مدرسة من 7 سنين لـ12. فأنا كابتن جوري في يوم، وأنا أقسمت بالله في يوم حزين جدا 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 وأنا بعمل ورشة، فجريت عليه بعد ما خلصت، في يا كابتن أحمد تعبان ولا حاجة؟ قال لي لا 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 لا. قلت له مال زعلان ليه؟ قال لي أنا مش زعلان وبس، أنا حزين جدا جدا جدا. فقلت له ليه يا كابتن جوري؟ قال لي مش حرام الشغل اللي بيعمله فكر صالح ده المفروض يتعمل في مصر؟ قلت له هعمله يا كابتن وبحماس. تمام. هعمله ان شاء الله ما نخلص مشوارنا. فراح مشاور بصبعه كده قال لي لا، ما حدش هيسمح لك تعمله في مصر. طيب كابتن فكري، كابتن فكري هسألك سؤال، انت فين دلوقتي؟ انا حاليا دلوقتي في العريش. في العريش. احنا خلصنا الدبلومه الساعه كام؟ مخلصين الدبلومه من عندنا تقريبا كانت حوالي الساعه 10 بالليل تقريبا. انت يعني سافرت العريش، سافرت الساعه كام؟ انا روحت البيت الساعه 12، نمت ساعه ونص، صحيت الساعه 4، الساعه 5:30 بعد صلاه الفجر اتحركنا الى العريش. طبعا تحرك الكابتن فكري انا هقول ليه بالسبب دلوقتي، انا عشان ما اطولش طبعا يا كابتن فكري على حضرتك، وانا عارف الوقت والسفر، انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا على المداخله المهمه جدا، ولكن انا اعرف الساده المشاهدين بس ايه فايده العمل. كابتن فكري طبعا مش هحسده على عمره، مش هحسده على السن، ولكن الطاقه الايجابيه اللي المفروض نستغلها من الناس الكبيره دي هي ايه؟ الكابتن فكري صالح ربنا يديله الصحه والعمر، خلصنا الدبلومه وطلع سافر على عريش، مش سافر يتفسح او يستجم، سافر علشان في برضه بطوله هتقام للميني فوتبول، بتمنى لهم طبعا كل التوفيق والتقدير ان شاء الله. ولكن عايز اقول للشباب دلوقتي، الشباب دلوقتي اللي ممكن يجي له شغلانه، هو حد هيقول لي يا عم هو في شغل ولا بتاع؟ لا، هقول لك انا انك لو جالك شغلانه، حتى لو ما جالكش شغلانه انزل اسعى. هو اصلا سبحانه وتعالى قال اسعى يا عبد، اسعى، انزل اشتغل. هو كابتن فكري محتاج النهارده ان هو حد يصرف عليه او محتاج فلوس او الكلام ده كله، ربنا يديله الصحه، ده خارج من الجيش لواء وكمان حابب الشغل، حابب انه يستمر. في ناس كبير، في ناس كتيره كبيره جدا جدا اللي خدت على الشقه واللي خدت على التعب لازالت لغايه النهارده، منهم طبعا والدي ربنا يديله الصحه والعافيه، ما بيحبوش يقعدوا في البيوت وبيحبوا دايما ان هم يشتغلوا ويدوروا على اكل عيشهم. هو ده اللي انا بتكلم عليه كابتن فكري اللي كنا شايفين صورته وشايل الكور وماشي في الملعب زيه زي أكبر حد وبيجيب من تحت لفوق، مش عايز أقول لأقل حد، لأن إحنا كلنا كلنا ناس، كلنا دايما ناس بنسعى على أكل عيشنا وبنحاول إن إحنا ندور على أكل عيشنا بشكل محترم. الكابتن حسن إسماعيل، الكابتن حسن إسماعيل هو حدوتة، زي محمد منير كده عامل أغنية حدوتة مصرية، الكابتن حسن إسماعيل حدوتة عربية، شكل محترم جدا جدا، ما بتكلمش على الوسامة أو بتكلم على الشكل، لكن هو شغله بيدينا انطباع كويس جدا ومحترم، ليس فقط في الإمارات ولكن في الدول العربية أجمعين. كابتن حسن هو المحاضر الأسيوي والمشرف العام على حراس المرمى لمنتخبات المنتخب الإمارات، جميع الحراس لمنتخب الإمارات الأسبق، ومشرف العام على حراس مرمى نادي الشارقة، ونادي الشارقة اللي بيعد من أكبر الأندية الإماراتية والحاصل على بطولة الأندية الإماراتية موسمين وراء بعض من الموسم قبل الماضي. الكابتن حسن الإماراتي محاضر ليس فقط محباً للشعب المصري، ولكن الشعب المصري كمان إداله الإيجابية أنه أصبحت مصر بالنسبة له بلده، مش هقول بلده التانية، ولكن ده اللي فعلاً بيعمله، بيحب الخير كلها للناس. كان هنا من حوالي بالضبط شهر أو 25 يوم وراح ورجع تاني للمحاضرة. هو ايه اللي يخلي الكابتن حسن يجي من الامارات لغايه هنا من غير ما ياخد جنيه واحد من الدبلومه؟ انتوا عارفين حضراتكم الدبلومات دي بيبقى فيها مشتركين وبتدفع فلوس والكلام ده كله. في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وكان العدد اللي موجود ده نجاح. ولكن لازم كلمه اقولها قدام ربنا سبحانه وتعالى، ان كل المحاضرين اللي كانوا موجودين معانا ما فيش حد منهم خد جنيه. ليه؟
لان اذا كان عندك علم وعايز تديه لحد، فاكرين لما جت الكورونا عندنا وكان في محاضرين بيعملوا الزوم وبيعملوا مش عارف ايه وبتاع، زي دلوقتي الدراسه خلاص بقى كلها اونلاين دلوقتي، بقى ما فيش معانا خلاص دلوقتي اي دراسه غير كله اونلاين دلوقتي. الصوره اللي معانا على الهوا دلوقتي ده الكابتن حسن، وطبعا كان تكريم من رئيس الامارات الملك طبعا في وجود الكابتن حسن منتخبات عصر كبير جدا كتير جدا للانديه في الامارات هناك بشكل كبير، وكلها بطولات سواء في الامارات او دبي، كل الامارات عامل فيها شغل كبير جدا جدا، شغل محترم. تم تكريم كابتن عصام الحضري من قبل كابتن حسن ممثل نادي الشرق الرياضي، والتكريم اللي قدامنا هو كان عباره عن شعار نادي الشرق والمطعم طبعا باللون الذهبي زي ما حضراتكم شايفين. وكانت دي سبحان الله احنا ما كناش عارفين ان عصام الحضري جاي، ولكن ده بيبين مدى حسن النوايا عند الناس دي. مين الناس دي؟ اللي هم الاماراتيين، اللي هم كابتن حسن اسماعيل. هو مش جاي عشان هيقابل عصام الحضري، او مش جاي عشان هيقابل ضيوف جايين ولكن هو ده امارات الخير زي ما قال طبعا الملك هناك، ان فعلا دي امارات الخير، وجه وقدم له الهدايا اللي حضراتكم زي ما شايفينها قدام حضراتكم. طيب معانا مداخله كابتن اسلام الناقد الرياضي، اهلا وسهلا بيك كابتن اسلام. حبيبي كابتن حاتم، اهلا بحضرتك واهلا بكل المتابعين اللي بيشاهدوا برنامج صعيد البطولات في كل حته. انا مبسوط جدا بالمداخله اللي كانت مع حضرتك منذ قليل مع الكابتن فكر صالح. كابتن فكر صالح قامه وقيمه كبيره يعني ما حدش يختلف عليها. اهلا وسهلا، وتحياتي لحضرتك ولبرنامج حضرتك المحترم ده. تحياتي لشخصك المحترم طبعا كابتن اسلام. لو في اي ملاحظات حابب حضرتك تقولها تحت امرك، احنا بنحب جدا النقد البناء، وبنحب جدا لو في اي ملاحظات احنا ممكن نتعلم وممكن نغير من شكلنا لو في اي ملاحظات. حضرتك يعني بجد حضرتك من الشخصيات المحترمه، الكوادر الرياضيه اللي ان شاء الله هيكون خلال الفتره اللي جايه دي هتسمع بشكل جيد اكتر ما حضرتك مسمع طبعا في كل حته في الوطن العربي. شكرك. مش في مصر بس. شكرك. بجد دي حقيقه. انا بشكر حضرتك، بشكر فريق الاعداد بالكامل، رئيس تحرير برنامج حضرتك. شكرك. عاملين شغل هايل بجد. انا متابع يعني من الناس اللي بتتابع حضرتك، وبيجي لي ردود فعل هايله جدا على البرنامج بتاع حضرتك. فبجد انا بس حابب اقول لحضرتك ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه دي باذن الله هيبقى في مفاجآت خاصه، حصريات وانفرادات باذن الله هتكون على خلال السنه الجديده دي، هتكون خاصه ببرنامج صعيد البطولات. انا مش عايز احرق بس المفاجآت، انما ان شاء الله باذن الله هيكون في فقره خاصه كده ببرنامج صعيد البطولات هتكون خاصه بالكابتن حاتم بمتابعين برنامج صعيد البطولات. شكرا جزيلا. كل الانفرادات والحصريات ان شاء الله باذن الله. نشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله صائد النجوم يكون منبر اعلامي لكل قطاعات الكره في مصر. شكرا جزيلا طبعا كابتن اسلام، بنشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا الناقد الرياضي، بنشكرك شكرا جزيلا. كلامنا عن الكابتن حسن اسماعيل، هنخرج طبعا في كلمه كان كابتن اسماعيل قالها في حته دبلومه، بعيد عن التعليم، بعيد خالص عن المحاضرات، بعيد عن اي حاجه. هو دايما كل ما يكون متواجد في اي مكان بنلاقيه دايما في حته معينه انسانيه كده خارجه منه، نابعه منه، سواء للمصريين او الاماراتيين. كلمه لكابتن حسن اسماعيل المحاضر الاسيوي، ونرجع مع حضراتكم مره تانية. ابا اي دوره اي ابا اعرف اتكلم على الكره العربيه، وانا اللي يلمني دايما الكره العربيه. أتمنى أن الأساس في حراس مرمى الكرة العربية يكون زي زمان، كان عندنا حراس عظام وكان عندنا حراس محترفين في أوروبا، وهاي النقطة الأساسية أنا دائما أركز عليها، يمكن طرحتها في الإعلام الرياضي كثير من خلال مداخلاتي الرياضية، لكن هذا العمل اللي أنا دائما أحب أركز عليه. عشان كذي دائما قررت في هاي الدورة وأن تكون الشيء اللي أركز عليه دائما هي المهارة. المهارة هي الألف باتة في حياتنا، لحراس مرمى هي الأساس جدا. المهارة هي الأساس اللي تبني عليه كل التمارين بتاعك. إذا احنا كمدربين عرفنا المهارة الصح وفصلناها وخلينا الحراس مالنا يطبقونها، إن شاء الله الكرة العربية في حراس مرمى حتتطور وتكون أفضل. وهذا الهدف ما
اماني دائما ان اركز على اكثر موضوع المهاره وركز عليه في الدوره هني ودائما اعيد عليه، وبديت خليت الارقام على اساس اضيف عليها المهاره، فدائما المهاره هي الاساس اللي انا ارتكز عليه. لكن كابتن فقري طبعا له يعني اتفقت على هالشيء، لانه لو فتحت كمان في التكتيك زياده يحتاج الى دوره اطول. طبعا احنا الرخص التدريبي عندنا في الامارات او في او قانون الاتحاد الاسيوي ينص على ان الدوره تكون 15 يوم، لان المحتوى التدريبي ماله كبير جدا. فانا يعني 5 ايام ما تكون كافيه اعطيك كل المحتوى المطلوب، اعطيتك الاساس اللي انا ارتكز عليه في كل دوره. وضع البرنامج وقواعد وضعه والمهارات الاساسيه، بكره بتكون حصه في التكتيك هي واقعيات اللعب. وان شاء الله اباكم تسامحوني، واخوكم اي وقت محتاجين اي شيء في الماده العلميه اخوكم موجود وسامحوني. رجعت لحضراتكم طبعا مع تقريرنا مع كابتن حسن اسماعيل، في طبعا كلمات انسانيه وكلمات ايضا تعليميه ليه، وقال لهم كلمه واحده، قال لهم انا في خدمتكم في اي وقت. اخوكم كابتن حسن اسماعيل اللي عايز مني اي معلومه، اللي عايز مني اي حاجه، هو طبعا متواجد معانا. ده كان احد ابرز اللي طبعا اللي كانوا موجودين في الدبلومه. كان معانا طبعا ايضا كابتن جمال الغندور الخبير الكبير والخبير التحكيم. طيب كابتن جمال طبعا احنا مساء الخير كابتن جمال، مسهرينك معانا، اهلا وسهلا بيك. مداخله قويه جدا لبرنامج صائد النجوم انه يكون متواجد معانا، مش هقول الحكم الدولي ولا هقول الخبير التحكيمي، لكن هقول طفره كبيره جدا للكره المصريه والافريقيه وممثلنا ايضا في كاس العالم. كابتن جمال الغندور اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا كابتن حاتم، تحياتي ليك، تحياتي لكل مشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا بيك كابتن جمال. طبعا ستظل دائما حضرتك قامة كبيرة وقامة محترمة بيستفيد منها ليس فقط كل دارسين التحكيم في مصر أو كل اللي عايز يبقى حكم في مصر، ولكن أيضا كل المشجعين الرياضة وكل الدارسين، وكمان الطفرة الكبيرة اللي في الوطن العربي والكل بيضرب بيك المثل. بحيي حضرتك وبحييك جدا جدا مرة تانية على وجودك في دبلومة العمالقة، وعايز أوصل المشاهدين من خلال حضرتك دبلومة العمالقة، شايف حضرتك الخبرات جنب التعليم مهمتها جدا في الرياضة ايه؟ هو طبعا النهاردة العلم هو أساس كل شيء. مفيش حاجة بتيجي زي ما كنا زمان بالفهلوة ولا يعني العبارات اللي احنا لها دلوقتي، يعني ناس فائت وعرفت انه اي شيء النهاردة عن طريق العلم تقدر تدرس. اكيد طبعا دبلومة العمالقة هي فعلا دبلومة عمالقة من اسمها، وبالفعل المدرسين او المدربين هم عمالقة. لما نتكلم عن الكابتن فكر صالح، الكابتن حسن اسماعيل، يعني عمالقة حراس مرمى، سواء كانوا هم حراس مرمى وسواء بعد كده بقوا مدربين كبار جدا وبقوا خبرات. الحقيقة لو 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 نص خبراتهم دي اتوزعت تكفي انها تعلم نص العالم، فبالتالي هي دبلومة عمالقة. طيب هو النهارده الناس فكرت في ايه؟ فكرت بالشكل العلمي الصحيح. النهارده العلاقة بين الحكم والمدرب علاقة متوترة دايما، علاقة دايما مضادة، مش هي عمرها ما كانت مثلا فيها مصلحة مشتركة، بالعكس دائما بينظر للحكم في الملعب على انه خصم. طب احنا عايزين نشيل هذا المفهوم، هذا المعنى، وعايزين نبقى كل واحد فينا يؤدي عمله، وكل واحد فينا يساعد التاني انه يؤدي عمله من غير ما يحصل بيننا وبين بعض مشاكل. تمام. انت النهارده قاعد بره كمدرب، الحكم جوه بيشوف شغله، السفاره اللي بتطلع عليك بتضايقك، بتتعبك، بتنرفزك، بتخليك تتصور ان الحكم ده جاي ضدك. تمام. السفاره اللي بتطلع لصالحك بتحس ان الراجل ده جميل وكل حاجه كويسه وبيس وكل حاجه تمام. فاحنا حبينا او اداره الدوره اضافت تثقيف تحكيمي. كابتن جمال، كان لي الشرف ان اكون موجود في القاء المحاضرات التحكيميه. تمام. لتثقيف المدربين التحكيميه.
طيب كابتن جمال، هسأل حضرتك سؤال برضو كده، هل بالنسبة للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا على التلفزيون أو بيشوفوا المباريات، هل بيهم الناس دي إن هي تبقى عندها إدراك لقوانين التحكيم ونبقى عارف القانون؟ هل ده ممكن بيفيد المشاهد نفسه؟ لأن أنت عارف حضرتك إن زي ما أنت قلت دلوقتي المدرب الخصم صفارة بتزعله، ما بالك المشاهد اللي قاعد والمنتمي لنادي معين لما بيلاقي القوانين دي، هل بتهم المشاهد فعلا وإن هو حتى يبقى يتثقف من روح التثقيف إنه يقرأ ويعرف؟ هي ممكن تهمه بطريق مباشر وبطريق غير مباشر. بطريق مباشر ان هو يبقى عارف القوانين، لكن الطريق غير مباشر الاسهل ان هو لما يشوف المدرب بتاعه الفرقه اللي هو بيشجعها راضي عن قرار الحكم تمام ان هو ضد فريقه، اعتقد بينتقل له الشعور بالاطمئنان، بينتقل له الشعور ان الحكم على صواب، الحكم صح. ده بينتقل كمان للجمهور اللي في الملعب ان شاء الله، يبقى جمهور في الملعب بعد كده يا رب، لما ربنا ان شاء الله ينجينا من يا رب من الجائحه دي تمام، وترجع الجماهير تاني. هيبقى مهم جدا ان الحكم لما رد فعل المدرب له تاثير كبير على الجمهور زي رد فعل اللاعب تمام كابتن، سواء بالايجاب او بالسلب تمام. فانت النهارده عايز توصل للكمال ان شاء الله في الملاعب كره القدم، لا لازم الجمهور كمان يكون مثقف، يبقى عارف القوانين، عارف لمسه اليد بتتحسب امتى، عارف التسلل بتتحسب امتى، وهكذا. طيب كابتن جمال برضو سؤال تاني خارج النقطة دي وخارج نقطة الدبلومة العملاقة، بستفيد طبعا من خبرات حضرتك ووجودك معنا النهاردة، شايف وجود الفار في مصر، موجود هنا في مصر، هل درجة مش يعني عارف، طبعا أنا عارف رد حضرتك ممكن يبقى إزاي، ولكن هاخد من حضرتك بس نقطة الصراحة شوية، الفار في مصر هنا هل هو فعلا من ساعة ما جه مصر أفاد الكرة المصرية، أفادها كتشغيل من الحكام ورؤيتها للحكام داخل الملعب واستعدادهم ورؤيتهم كمان للأجهزة والتطور ده، هل فعلا هو أفاد الكرة المصرية؟ كابتن حاتم، الفار أفاد الكرة في العالم كله. أنا بحب أجاوب بالأرقام. تفضل يا فندم. أنا عايز حضرتك، الفار دلوقتي عمره في مصر هو الدور الثاني، يعني 306 على 2 حوالي 153 مباراة تمام في الدور الثاني، سيبك من بداية الموسم ده كمان، تمام، بكلمك على الدور الثاني في الموسم اللي فات. ال 153 مباراة دول اتلعبوا في الدور الثاني، شوف حضرتك كام ركلة جزاء الفار تدخل لاحتسابها وكان الحكم ما حسبهاش الملعب، تمام، شوف حضرتك كام ركلة جزاء الحكم احتسبها والفار ألغاها لأنها كانت غير صحيحة، تمام، شوف حضرتك كام هدف اتسجل ثم الغى الفار لانه اتضح ان هو فيه تسلل، تمام، هتلاقي ارقام كبيره جدا. فبالتالي الفار افاد العداله بشكل كبير جدا، تمام، الفار هيغير طرق اللعب، تمام، الفار هيخلي الفرق وهيخلي اللاعبين مثلا تمام يخاف يعمل تحايل، تمام يا كابتن جمال، هيخلي المدافعين يخافوا من ان هم يشد او يمسك، لانه لو ده حصل واللعب توقف وحكم الفار اللي داخل الغرفه او داخل السياره اكتشف ده، هيكلف فرقته كتير. بالظبط، الفار تدخل لصالح العداله بشكل كبير جدا. نتمنى طبعا المثاليه في تطبيقه، لسه قدامنا وقت شويه. هو ده صح يا كابتن جمال، صح كده، ايوه، انا نقلل من زمن التوقف شويه، تمام، لسه كمان عندنا وقت، عايزين وقت عشان التدريب يبقى اكتر، تمام، حكام تتفاعل اكتر، يبقى في تدريب مستمر، يبقى في اداره مشرفه على الفار دائمه، تمام يا كابتن، الفار دائم الحكام بتتمرن فيه. اشكرك كابتن جمال الغندور الحكم الدولي على الكلام المهم جدا جدا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على المداخله المهمه والكلام المهم جدا، واللي طبعا اخذناه منه، وانا عارف ان الكلام في التحكيم بيبقى صعب شويه، ولكن صيد النجوم ما بيسكتش. طبعا احنا وقتنا بيخلص بسرعه للاسف الشديد، للاسف الشديد، ان شاء الله باذن الله مع السنه الجديده يبقى في تطور في صيد النجوم ويبقى في وقت ازيد من كده. لازم في نهايه البرنامج الحلقه دي بالذات يبقى في اختلاف كلي وجزئي، طبعا ليس فقط لحاتم عسكر ولكن لفريق اعداد كبير جدا بيشتغل على مدار الموسم وقبل الموسم السنه دي. صعد النجوم بيشكرهم شكرا جزيلا على ما ابدعوه من اخراج كيلاني وسيد وعمرو وعمر وكل الناس اللي موجودين، ونجاح طبعا هو مش موجود النهارده، بشكره شكرا جزيلا، محمد وكل الناس اللي موجوده طبعا في الاستوديو انا بشكرهم شكرا جزيلا على شغلهم المحترم، ولكن عايزين نبدا السنه الجديده بنظافه، مش نظافه ابدا في اللبس، نظافه في القلوب، القلب اللي يتمنى الخير لغيره، نظافه
ليس فقط في اللبس، نظافة في اللسان، إن هو كمان يتعلم يقول الكلمة الحلوة بدل الكلمة الوحشة، نظافة في كل شيء، إن إحنا ما نجيبش سيرة بعض أو نغتاب بعض. السنة الجديدة إن شاء الله بإذن الله تكون خير علينا، عدت 2020 وإن شاء الله تعدي الأيام الأخيرة فيها بشكر كيلاني شكرا جزيلا طبعا عشان يسيب لي دقيقتين كمان على الهوا عشان أقدر أشكر حضراتكم، وأتمنى الخير إن شاء الله بإذن الله للسنة الجاية. بشكر كل فريق الإعداد المحترم مي السيد البدوي، وطبعا على جهدها في دبلومة العمالقة، والمصورين اللي كانوا موجودين في دبلومة العمالقة، صه بكر رئيس التحرير، كل فريق العمل المحترم محمد حاتم، وبشكر مهندس الصوت محمد علي، بشكره شكرا جزيلا. بشكر طبعا النجم محمد ملكي، بشكره شكرا جزيلا. بشكر كل فريق العمل اللي موجود معايا واللي ان شاء الله باذن الله مكملين في صائد النجوم في 2021 بشكل جديد وبشكل محترم. انا بشكر كل الساده المشاهدين واسف للاطاله في بعض الدقائق، ولكن بتمنى يا رب ان 2021 في ظل القياده اللي موجوده نعدي مرحله جديده وتروح كورونا وتيجي مصر جديده في 2021. اتمنى لكم السعاده والتوفيق، تصبحوا على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.